لا وجود لقصف تركي جديد، السلطات في دهوك تنفي وتوضح أسباب أصوات الانفجارات. الرئاسات وقادة الكتل تؤكد على وحدة الموقف الوطني، والأمم المتحدة تدعو لتحقيق شامل. بوادر لحلحلة الانقسام الكردي الديمقراطي يكشف ويحدد شرط المشاركة بالحكومة المقبلة. بغداد تبلغ طهران استعداد الرياض للحوار السياسي وتكشف خطوات متقدمة لإعادة العلاقات. كانت هذه العناوين وإليكم التفاصيل، أهلا بكم. والبداية من الأنباء التي تحدثت عن تسجيل خروقات تركية جديدة شمالي العراق، حيث أكد مدير ناحية دركار دلشير عبد الستار عدم وجود قصف ثاني على مصيف برخ في دهوك. وقال عبد الستار بتصريحات صحفية أن مصيف برخ السياحي لم يتعرض إلى أي قصف ثان، لافتا إلى أن هناك صوت انفجار قبل ساعتين بعيدا من الجبال المحيطة بالمصيف. هذا وكان مصدر أمني قد أشار إلى تجدد القصف التركي المدفعي على محافظة دهوك، وإن العملية ما زالت مستمرة دون معرفة حجم الخسائر البشرية والمادية. هذا وكشفت مصادر أمنية عن استهداف محيط قاعدة تركية شمال دهوك بطائرات مسيرة، وذكرت المصادر أن طائرتين مسيرتين استهدفت محيط قاعدة تركية في ناحية بامرني شمال محافظة دهوك، لافتا إلى أن التفاصيل لم تعرف حتى هذه اللحظة عن حجم الخسائر داخل القاعدة. وكانت الرئاسات الأربعة قد عقدت اجتماعا مع قادة الكتل السياسية بدعوة من رئيس الوزراء للتباحث بمستجدات الأوضاع الأمنية التي فرضها الاعتداء التركي. وذكر بيان للمكتب رئيس الوزراء إن الكاظمي استعرض أمام المجتمعين تفاصيل الموقف السياسي والاعتداء التركي والإجراءات المتخذة في مستويات مختلفة، وشكوى التي سيقدمها العراق إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة. وأكد المجتمعون وحدة الموقف الوطني في حماية سيادة العراق وأرواح شعبه، فضلا عن دعم الإجراءات الرامية للشكوى الدولية، كما وأكد على احترام مبادئ حسن الجوار ومنع الاعتداء على أراضي الدول المجاورة، فيما طالب المجتمعون الحكومة باتخاذ كل الإجراءات والخطوات اللازمة لحماية أمن العراق وسيادته ومنع تكرار الاعتداءات. من جهتها عدت وزارة الخارجية أنكار الجانب التركي مسؤوليته عن الاعتداء في دهوك مصحة سوداء لا تقبلها الدبلوماسية العراقية. وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحاف أن الوزارة تتخذ أقصى القواعد الإجرائية الممكنة ضمن العمل الدبلوماسي، وإن العراق سيطالب مجلس الأمن عقد جلسة طارئة لبحث الاعتداء التركي، لافتا إلى عدم وجود أي اتفاقية تسمح لتركيا بالتوغل في العراق، وإن بغداد طلبت من القائم بالأعمال العراقي في أنقرة العودة للبلاد، فيما أشار إلى أن العراق خيارات متعددة تضمن أمنه وسيادته، وربما تكون من بينها الورقة الاقتصادية.
إلى مجلس النواب، إذ أكدت لجنة العلاقات الخارجية أن طرد السفير التركي سيكون على رأس قائمة الإجراءات التي ستبحثها جلسة السبت الطارئة، مبينة إنها ستبحث الخطوات الحاسمة ضد الجانب التركي لإيقافها. لا بد أن تكون هنالك وقفة نيابية وحكومية وشعبية تجاه هذا الاستهتار الذي تمادى وظهر بأبشع صورة له هذا اليوم من خلال قصف السياح العراقيين الأبرياء الآمنين وقتل الأطفال والنساء. وعليه لا بد أن يكون الموقف أكبر من تنديد وشجب واستنكار، مما يستلزم الأمر على الحكومة والشعب العراقي بالعمل على التالي: انسحاب القوات التركية من الأراضي العراقية فورا، طرد السفير التركي من الأراضي العراقية، تقديم مذكرة احتجاج على العدوان لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي. هذا وحددت رئاسة مجلس النواب غدا السبت موعدا لمناقشة الانتهاكات التركية الأخيرة. ووفقا لجدول الأعمال، فإن الجلسة التي ستعقد يوم غد ستشهد استضافة وزير الدفاع ووزير الخارجية ورئيس أركان الجيش. وكان مجموعة من النواب قد طلبوا بعقد جلسة طارئة لمناقشة الانتهاكات التركية والتي كان آخرها في دهوك. باعتداء انه العاشر خلال هذا العام فقط تكمل تركيا سلسلة تماديها شمال البلاد. اعتداءات راح ضحيتها عشرات الشهداء ومئات الجرحى، كان اخرها الاعتداء على سياح في مصايف زاخو شمال دهوك. تداعيات دفعت السلطة التشريعية الى ابتداء فصلها الجديد بمناقشة الانتهاكات التركية من خلال استضافة وزيري الدفاع والخارجية السبت المقبل. نواب أشاروا لوجود خلل واضح في مواجهة الاعتداءات الخارجية على البلاد، فضلا عن ضعف منظومات الدفاع الجوي في صد الهجومات. العراق بلد سيادي وإلى جيشه وإلى دفاعاته، من المفروض هناك منظومة للدفاع الجوي لرد أي اعتداء على أبناء بلدنا أو تجاوز حدودنا، إن كانت من دولة عظمى أو صغرى أو كائن من تكون. يجب أن تكون هناك منظومة دفاع جوي لردع هكذا قصف، إن كان مدفعي أو طائرات. وأي من يتجاوز على السيادة العراقية وحدود العراق يجب أن يكون هناك رادع قوي، وتكون قوات مسلحة متزنة وأيضا قيادة حكيمة تردع كل الأشرار عن بلدنا العزيز. لجنة العلاقات الخارجية النيابية وضمن بيان رسمي لها بيّنت إن الاعتداء الأخير جريمة سافرة يتطلب التحرك تجاه تدويلها، وهو ما ستعمل عليه السلطة التشريعية خلال الجلسة المقبلة بمعية السلطة التنفيذية. قوى نيابية أكدت العمل على إلزام الحكومة المركزية جملة إجراءات للتعامل مع انتهاكات تركيا المتكررة. اليوم حضورنا كان ليس للشجب والاستنكار، اليوم سنخرج بعدة مطالب وإجراءات سنلزم بها الحكومة المركزية للتعامل مع انتهاكات الجانب التركي والدول الأخرى. هذا وقدم مجلس الأمن الوطني باتخاذ جملة قرارات أبرزها مطالبة الجانب التركي بسحب قواته من الأراضي العراقية وتقديم اعتذار رسمي والتوجه لتقديم شكوى لدى مجلس الأمن في الأمم المتحدة، في وقت تلقت البلاد استنكارات دولية وإدانات على سلوك تركيا شمال العراق. إجراءات حازمة تنسجم مع حجم التمادي التركي على الأراضي العراقية يوصي النواب باتخاذها خلال الجلسة المقبلة والتي جمعت التوقيع من أجلها. من داخل الدائرة الإعلامية في مجلس النواب، مصطفى الوش، الرابعة. من جهته طلب مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي بضبط النفس في الرد على الانتهاكات التركية. وقال الأعرجي في كلمة له في مؤتمر دولي أن القوى الوطنية أدانت القصف التركي في محافظة دهوك بموقف موحد. اتخذت الحكومة العراقية عدد من الإجراءات المهمة والجيدة. أحيي التضامن الكبير بين القوى السياسية والأحزاب والكتل والشعب العراقي وكل منظمات المجتمع المدني التي تضامنت
مع عوائل الضحايا ودفاعا عن الحق العراقي ومنعا لتكرار الاعتداءات وقتل المواطنين بهذه الطريقة. وبنفس الوقت مع وجود هذه المشاعر نطالب الأخوة من أبناء شعبنا وشبابنا الأعزاء بضبط النفس والهدوء وعدم الانجرار نحو دعوات البعض من أجل تخريب العلاقات العراقية مع الدول. هكذا قضايا تحصل ولكن تحل بالقضايا القانونية وعن طريق الوسائل القانونية والدبلوماسية، واطمئنوا أن الحكومة العراقية لن تخذلكم ولن تتنازل عن الحق العراقي. أما الآن ولتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع ينضم معنا الخبير القانوني السيد علي كام الرسول. أهلا بك سيد علي. أهلا وسهلا بكم. شكرا لك. شكرا لك. بداية سيد علي، يعني العراق ماض بتقديم شكوى لمجلس الأمن بشأن الانتهاكات التركية، طيب ماذا يمكن أن يكسب من هذه الشكوى؟ تفضل. طبعا البداية تحية لكم وتحية لمشاهديكم، ونعزي من خلال قناتكم ذوي الشهداء الذين سقطوا في المجزرة التي ارتكبها الجيش أو العسكر التركي في يوم الأربعاء، والتي أسماه كثير من العراقيين أو المحتجين بأنه أربعاء دامي. المسار الدبلوماسي لابد منه أن يكون غير اعتيادي وبحجم الجريمة التي ارتكبت. المسار الدبلوماسي إذا كان تقليديا فلن يجدي نفعا. وبالأمس استمعت إلى الناطق باسم الناطق لوزير الخارجية العراقي، وجدت لديهم اندفاعا كبيرا في سبيل أنه لا تكون الوسائل أو ردة الفعل تقليدية، لأنه الأتراك عبر فترات طويلة ولمدة سنوات طويلة قد أوغل بالاعتداءات المتكررة ولم يعني ينصاعوا لصوت الحق ولحسن الجوار والمواثيق الدولية. وتركيا خرقت القانون الدولي بضرب مناطق عراقية، وهذه الأعمال العسكرية هي استهانة بالعراق واستهانة بالقانون الدولي واستهانة حتى بميثاق الأمم المتحدة. الانتهاكات التركية خالفت المادة الأولى والثانية والثالثة من ميثاق الأمم المتحدة، واللي أوجبت على جميع الدول احترام سيادة الدول الأخرى. كذلك أنقرة لا يمكن لها أن تحتج بهذه الضربات الموجهة ضد المدنيين وخصوصا حتى ضد العسكريين، لا يمكن لها أن تحتج وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي كانت تخص حالة الدفاع الشرعي، لأن هناك مواثيق دولية تجبر الدول التي يعني يصار لها بأي اعتداء من أي دولة أخرى أن تخبر مجلس الأمن الدولي بهذه الاعتداءات، ومن ثم يجوز لها أو يباح لها باستخدام القوة العسكرية. الأتراك أوغلوا في الدم العراقي، وهذه الجريمة استنكرها العالم. ورأينا هناك إدانات واسعة دول عربية ودول صديقة ودول عالمية، فلا بد أن يكون حجم التحرك العراقي وخصوصا عبر الدبلوماسية العراقية، وبالإمكان العراق أن يستفيد من علاقاته الدولية بأصدقاء وخصوصا الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، لأن ربما إذا أراد مجلس الأمن الدولي اتخاذ قرار يدين الاعتداء. طيب سيد يعني علي، هل الأمر متعلق بمجلس الأمن أم بمحكمة العدل الدولي؟ وأيضا هل القرارات إن صدرت ستكون ملزمة بالنسبة لأنقرة؟ طبعا القرارات إذا أصدرت من قبل مجلس الأمن الدولي وتم التصويت عليها وبدون حدوث أي فيتو أو قرار فيتو من إحدى الدول، لابد أنه أنقرة يعني تستجيب لها وتنفذها، وإلا تصبح تتعرض تركيا إلى عقوبات اقتصادية أو عقوبات أخرى.
فمن غير صالح الأتراك أن يكون ضدهم إصدار قرار بهذا مثل بحجم القرار ونوعية القرار ومخالفته، تصبح في معزل عن هذا العالم، ومخالفته فيها عقوبات أغلبها عقوبات اقتصادية. فلا يمكن لها أن تتنصل عن هذا الاعتداء. لحد الآن الخارجية التركية وعلى وكيل وزير خارجيتها بالأمس يصرح تصريح مستفز للشعب العراقي، هو أننا لن نأخذ إذن بمحاربة الإرهاب، وكأنما الإرهابيين هم من المدنيين العراقيين الذين تواجدوا للسياحة في هذا الممر. نعم. المشكلة العراقية التي تواجهنا أختي العزيزة، نعم، أن العراق لم يوقع لحد الآن على قانون المحكمة الجنائية الدولية، ولم ينضم إلى هذه، ولا نعرف هذه الأسباب، رغم كثرة الدعوات التي وجهناها للحكومات العراقية المتعاقبة بضرورة العراق، لأن المحكمة الجنائية الدولية تلاحق كل معتدي سواء مهما كانت شخصيته ومهما كانت الحصانات المتوفرة له بأنه اعتدى على إقليم دولة، فهذا يحاسب سواء كان رئيس دولة أو ولاحظت بالأمس أن هناك أحد النواب قام بشكوى لدى القضاء العراقي، واستجاب القضاء العراقي، وسيفتح التحقيق الأسبوع القادم. القضاء العراقي أيضا ملزم باتخاذ الإجراءات والخطوات، حتى وإن كان سواء كان منفذ الجريمة الجيش التركي أو من كان بإمرته من الرئيس التركي وغيره. نعم، الخبير القانوني السيد علي كامل رسول كنت معنا، شكرا لحضرتك. في هذه الأثناء دعا رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزان إلى تعزيز أطر التعاون بين أربيل وبغداد للوقوف بوجه الخروقات التركية. بسم الله الرحمن الرحيم. أخواتي وإخواني العراقيين الأعزاء، باسمي وباسم حكومة الإقليم وشعب كردستان نعزي أنفسنا وذوي شهداء فاجعة الأمس، وأدعو الله أن يسكنهم فسيح جناته، كما أدعو الله بالشفاء العاجل للجرحى، وأن يلهم عوائل ضحايا الصبر والسلوان. نحن بأمس الحاجة إلى تعاون أكثر بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والمجتمع الدولي لحماية الأرض وأرواح جميع العراقيين وإنهاء تكرار هذه الانتهاكات. نحن معكم وسنقدم ما في استطاعتنا من مساعدة لتخفيف معاناتكم. أصداء محلية واسعة وجدها القصف الممنهج التركي على الأراضي العراقية الذي راح ضحيته الأبرياء، حيث رفعت تلك الانتهاكات مطالبات الأهالي في نينوى لقطع العلاقات الاقتصادية مع أنقرة لمنع هذه الاعتداءات المتكررة. بعد تكرار التجاوزات العسكرية والقصف المتكرر على الأبرياء في قصبة بحزان وسنجار ومدينة الموصل، ومن بعدها قصف السائحين الأبرياء في مصيف برخة في زاخو شمالي العراق من قبل تركيا، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يرسل وفدا إلى المكان الذي تعرضت للقصف من قبل المدفعية التركية. القصف الحكومة المركزية تستنكره، وهنالك لجنة تحقيقية قد أرسلها السيد القائد العام إلى مكان الحادث تستقصي وتعرض توصياتها لمعرفة الحقائق. طبعا جرحه عميق. قل للحكومة العراقية ما هو موقفكم الدولي تجاه هذه التجاوزات والخروقات التي تحصل بين الحين والآخر من قبل القوات التركية. الأوساط الشعبية تطالب الحكومة العراقية بإغلاق السفارة وطرد السفير، وكذلك قطع العلاقات الاقتصادية لضمان عدم تكرار الاستهداف الممنهج. وسيكون هناك مسيرات احتجاجية ووقفات منددة باستهداف الأبرياء. نحن شباب نينوى ونطالب الحكومة الاتحادية بغلق السفارة التركية في العراق
وغلق المعابر الحدودية مع تركيا كإجراء أولي لهذا العملية الجبان التي قامت بها تركيا. وحقيقة هذا العملية القصف ليست أول قصف وليست الأخيرة. الشارع العراقي متأجج جدا وتستنكر، ولكن ليس باليد حيلة، فقط سوف يكون احتجاج ومظاهرات بالطرق السلمية. هذا قصف تركيا، شوفوا العوائل، بنص المصايف، بنص المصايف وارد هون باع العوائل. وتعد الحكومة العراقية ملفا خاصا يجمع جميع الخروقات التركية على الأراضي العراقية لتدويل القضية وتقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي. والأوساط الشعبية تطالب بغلق السفارة التركية وقطع العلاقات الاقتصادية لوضع حد لتلك التجاوزات. لقناة الرابعة محمد الشبكي، الموصل. ضرب المصالح التركية بالجانب التجاري مع العراق ربما كان من المطالب المتشابهة في جميع الاحتجاجات التي خرج بها رافضو الاعتداء التركي على الأراضي العراقية، وفي البصرة ازدادت هذه المطالبات. هذه الصرخات طرقت مسامع البصريين فحركت فيهم الغضب تجاه إزهاق أرواح العراقيين جراء القصف التركي في الأراضي الشمالية من العراق. أول ردود الفعل كانت إغلاق مقرات البعثات الدبلوماسية بأمر من الشعب كما خطت أيديهم. بعد هذا القصف اللي طال المواطنين، الآن شفنا انتفاضة حقيقية من المواطنين ضد البنايات والدوائر الرسمية كالقنصليات والسفارات التركية داخل العراق. لا بل الموضوع تعدى هذا الجانب، صارت هنا الآن أكو شركات تعلن عن قطيعتها بالتعامل مع تركيا بشكل عام. التجارة التركية ومصالحهم المتوغلة في البصرة بصورة كبيرة، يجب العمل على إيقافها كأحد الإجراءات الرادعة بحق الانتهاكات المتكررة بحسب مراقبين. تركيا متجاوز عليك بالماء، تركيا متجاوز عليك بالقصف، متجاوز عليك داخل بأراضيك، متجاوز عليك داخل عندها قواعد عسكرية. يعني يمتى العراق، يمتى أساس العراقيين ينتفضون لردع تركيا؟ نحن كمراقبين وكمجتمع عراقي نطالب أن تكون الحكومة العراقية جادة بوقف الاعتداءات التركية من خلال رفع دعوة حقيقية وليست شكلية في الأمم المتحدة، وكذلك يجب أن تكون هناك عقوبات على الجانب التركي من خلال 22 مليار، أعتقد أكثر من 20 مليار دولار بتبادل السلع التجارية. القصف إذا صار فيه شيء أنا حق. إيهاب المالكي، الرابعة، مدينة البصرة. لم يهدأ غضب الرافضين لاعتداء تركيا الذي استهدف السائحين العراقيين في محافظة دهوك، إذ نظم المحتجون تظاهرة أمام السفارة التركية ومراكز منح الفيزا غاضبين. ردود شعبية غاضبة منذ ليل البارحة تمثلت بغلق أغلب مراكز منح الفيزا التركية في المدن العراقية والتظاهر أمام سفارة التركية في العاصمة بغداد تنديدا وشجبا واستنكارا للجريمة الوحشية التي اقترفتها تركيا بقصفها المدفعي لمصيف برخ في زاخو شمال البلاد وقتل عدد من الرجال والنساء والأطفال وجرح آخرين معظمهم من السائحين القادمين من مدن وسط جنوب البلاد، إلا أن صواريخ التركية حولت نزهتهم لجحيم. حكومة تشوف أطفالها وشبابها تذبح بصواريخ دولة جارة وساكتة، يطلع للبيان يستنكر. هو ما الاستنكار هذا الحدث، هذا الرد الخجول المغزي حقيقة من الحكومة العراقية اللي ما عندنا حكومة. احنا حكومتنا ميتة سريريا من 2003. تاريخ العراقي يخاف من التركي، يعني لحد الان ما حد رد، يعني ماكو هيك. والله الدماء ترسى تلقع طفله عمرها سنه تستش تنقصيديها. لكم ابن يا سياسي منكم انقصت ايده وانشمر بالقع. بنيه من الزوجه رايحه تقضي شهر العسل، ترجع هي قاعده بالسياره وراجلها فوق معلق بتعبود. لكم الى متى؟ لكم عيب عليكم وعلى ابن ابي طالب. من بعد هذا الاعتداء البسوا الشيلات وقعدوا ببيوتكم. من جانبها تنصلت تركيا عن العمل الاجرامي واصفه اياه بالهجوم الارهابي ومتهمه في الوقت ذاته مسلحي البككه
بتنفيذه، حيث تعاني مدن الإقليم ونينوى أيضا من ضربات صاروخية مستمرة تنطلق من تركيا نحو المدن العراقية، والهدف منها بحسب تركيا هو قصف مقرات ونقاط عسكرية تابعة لحزب العمال الكردستاني، لكن أغلب تلك الهجمات يذهب ضحيتها مدنيون أبرياء. إن شاء الله هاي التصرف اللي قامت به تركيا الغاشمة الشعب إلى رد عليهم. إحنا ما لا نطالب حكومة ولا نطالب شيء، إحنا ما عندنا حكومة أصلاً وما عندنا أي واحد نطالبه صراحة. إن هذا العراق ما عندنا أي واحد بعد أي ثقة بواحد ما عندنا. واقفين احتجاجاً ضد هاي الزمرة الفاسدة، إحنا واقفين ضد تركيا وضد الحكومة العراقية، لأن الحكومة العراقية مشاركة بدماء هاي الأبرياء، لأن ما دافعت عنهم وما تعرف الدافع ولا حد دافع. إحنا سيادة ما عندنا على أرضنا، يعني أرضنا مستواحة من كل الدول. وتطالب أوساط شعبية باتخاذ خطوات جدية من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية لردع الجانب التركي وإيقافها عند حدها، سيما وأنها تستمر بتعديها على سيادة البلاد. من أمام السفارة التركية ببغداد، حيدر نصيف، قناة الرابعة. المئات من أهالي محافظة كركوك يتظاهرون أمام القنصلية التركية بالمدينة احتجاجاً على الاعتداء الأخير على الأراضي العراقية، مطالبين بغلق مباني الممثليات التركية. وقفة الشجب واستنكار وضد التدخلات التركية التي ما زالت تتدخل في السيادة العراقية للأسف، تقوم الآن بضارب المدنيين العزل والأحرار الذين هم ليس لهم علاقة لا بالسياسة ولا مجرد أنه أناس ذهبوا للتصييف. فأطلب من الحكومة يأخذون موقف اقتصادي، يأخذون حتى كردستان يأخذ اتفاق ويا النفط يوقف على اتفاق، يأخذون ما حتى الحدود يسدوا، لأن هاي جريمة، جريمة قتل أطفال، جريمة. شنو تقتل أطفال بككة؟ هو من بابل، بابل بيها بككة عمي، حل بيها بككة. قطع جميع المنتوجات التركية وطرد القنصلية التركية وقفل جميع المراكز لتقديم الفيزا وقطع علاقات دبلوماسية وكل شيء. طبعا حادثة شنيعة جدا، أدى إلى استشهاد مواطنين أبرياء، مواطنين عزل كانوا رايحين للسياحة وسفر، هم ناس مدنيين ما عندهم لا علاقة بأي شيء. وتطاول الحكومة التركية على الحدود العراقية يعني أصبح بشكل لا يطاق. وفي كربلاء المقدسة نظم المئات تظاهرة أمام مبنى مركز إصدار الفيزا التركية تنديدا بالقصف التركي للمناطق السياحية شمالي العراق. اليوم خرجوا جماهير كربلاء مستنكرين وبشدة على العمل الإجرامي الجبان الذي قامت به الطائرات التركية والقوات التركية الاعتداء على السيادة العراقية وعلى العراقيين الأبرار الذين سقطوا اليوم في أحدى مصايف شمال العراق. اليوم نطالب وبشدة الأمن الدولي، ونطالب كل الحكومة العراقية إذا كانت لديهم وطنية عليهم أن يضعون حدود ووقفة جادة للمطالبة وتفعيل جميع الدعاوي منذ انتهاك سيادة العراق مرارا وتكرارا من قبل الدولة التركية. ساحة ثورة 20 وسط النجف الأشرف كانت هي الأخرى مكانا للتنديد بالعدوان التركي من قبل مواطنين طلبوا الحكومة بقطع العلاقات والتعامل بالمثل مع تركيا. المنظمات الإرهابية اللي دزتها تركيا للعراق وسوريا، قسد، داعش، النصرة وغيرها من المنظمات، هذه أسهل ما يكون أن تحركها تركيا يعني باتجاه العراق. لذلك العراق لازم يكون موقفه حازم وذكي، يعني العفرتات والفرع يعني ذني اللي كان يسويهن صدام ذني هن المفترض أنه يعبر عليهن الزمن. الآن هاي الناس طالعة كل اللي تريده أنه رد دبلوماسي قوي.
أدان الأمن العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش القصف المدفعي المميت الذي وقع في منطقة زاخو بمحافظة دهوك في شمالي العراق، ودعا البيان المنسوب إلى المتحدث باسمه إلى إجراء تحقيق سريع وشامل في الحادث لتحديد الملابسات المحيطة بالهجوم ولضمان المسألة. ووفق البيان فإن غوتيريتش تقدم بخالص تعازيه لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين. وإلى الملف السياسي، حيث كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني عن تفاصيل مباحثاته مع الاتحاد الوطني الكردستاني بشأن منصب رئيس الجمهورية، فيما رهن مشاركته بالحكومة المقبلة بتنفيذ هذا الشرط. النائب عن الحزب إخلاص الدليمي قالت إن المباحثات الكردية اتسمت بالحنكة وهناك بوادر حل وحلحلة الخلافات السياسية، مؤكدة على أنه سيكون هناك توجه إلى اتفاق على مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية بدون الذهاب إلى مرشحين، فيما أشارت إلى الديمقراطي لن يشارك في العملية السياسية ولا في تشكيل الحكومة إذ لم يحدث اتفاق مع الاتحاد الوطني. نريد أن نقصي أحدا ولا نؤمن بضرورة التهميش والإلغاء، نريد الجميع يكون راضي. اليوم على الإطار الرسمي أن يكون أكثر شجاعة وأكثر جرأة من مجلس النواب استعدادا لتقديمها. أطلب من المجلس التصويت على صيغة القرار التالي بناء على القوة الكردية التي تحاول لما مكتفاتها وحصل مصر. وفي إطار جهود العراق للتقريب بين الرياض وطهران، كشف وزير الخارجية الإيراني أمير عبد الهيان إن بغداد أبلغت طهران رسميا استعداد السعودية لنقل حواراتهما معا من الحيز الأمني إلى السياسي. وقال عبد الهيان إن طهران أبلغت الرياض استعدادها مواصلة الحوار وأيضا على المستوى السياسي لإعادة العلاقات الدبلوماسية، مشيرا الإمارات والكويت قدمتا سفيرين جديدين سيبدأان عملهما في طهران قريبا. أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن الشروع بمعالجة ملوحة نهر الفرات بين ثلاث محافظات. المتحدث باسم الأمانة العامة حيدر مجيد أن الأمانة العامة قال إن لجنة عالية المعالجة التغييرات المناخية والتصحر في المحافظات الجنوبية والغربية تشكلت برئاسة رئيس مجلس الوزراء، موضحا أن اللجنة بانتظار انعقاد اجتماعها الأول برئاسة رئيس الوزراء لغرض وضع الرؤى والخطط الأساسية ومن ثم الشروع في عملها. دعت لجنة الزراعة النيابية إلى تدويل قضية خفض الإطلاقات المائية من دول المنبع. اللجنة في بيان لها طالبت بعقد جلسة نيابية طارئة لبحث الملف المائي والآليات التي من خلالها يتم الضغط على دول المنبع لرفع الإطلاقات المائية الموجهة للعراق. نطالب من الجانب التركي زيادة الإطلاقات المائية والتعامل مع العراقي وفق مبدأ حسن الجوار وتقاسم الضرر بين البلدين في سنوات الشحة المائية والجفاف، وقد خرج اجتماعنا اليوم بالتوصيات التالية. أولا، الدعوة إلى جلسة برلمانية عامة لمناقشة الوضع المائي بحضور السادة الوزراء المعنيين. ثانيا، إطلاق حملة دولية مكثفة مع جميع المنظمات الدولية لتوضيح وضع العراق الخطير جراء إقامة السدود في دول
المنبع. أعلنت محافظة صلاح الدين وفاة شخصين بمرض الحمى النصفية، فيما أشارت إلى أن إصدارها إرشادات للمواطنين. رئيس غرفة عمليات الوقاية من المرض إسماعيل خطير في بيان قال إنه بعد ثبوت حالتي إصابة مؤكدة بالحمى الانتقالية والتي أدت إلى الوفاة، فإن غرفة العمليات المشكلة لهذا الغرض تدعو جميع المواطنين لاتخاذ أقصى درجات الحيطة لمنع تفشي المرض من خلال منع تربية المواشي داخل المدن وفحصها والالتزام بإجراءات الجزر في الأماكن المخصصة لها بعد تأييدها من المفارز الطبية. أخمدت فرق الدفاع المدني حريقا في منطقة الكرادة وسط بغداد، وذكر بيان للمديرية أن فرقها أخمدت حريقا اندلع داخل دار متخذ كمخزن للأجهزة الكهربائية الخاصة بالطباعة في الكرادة، مضيفا أن فرق الدفاع المدني طوقت النيران وأبعدت خطر انتشار الحريق إلى الدور السكنية المجاورة لموقع الحادث، بعد أن اضطرت إلى إخلائها من ساكنيها تحسبا لامتداد الحريق، مشيرة إلى فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل الدار المخالف لتعليمات السلامة. ختام النشرة تذكر بأبرز ما جاء فيها. لا وجود لقصف تركي جديد، السلطات في دهوك تنفي وتوضح أسباب أصوات الانفجارات. الرئاسات وقادة الكتل تؤكد على وحدة الموقف الوطني، والأمم المتحدة تدعو لتحقيق شامل. بوادر لحلحلة الانقسام الكردية، الديمقراطي يكشف ويحدد شرط المشاركة بالحكومة المقبلة. وأخيرا بغداد تبلغ طهران استعداد الرياض للحوار السياسي وتكشف خطوات متقدمة لإعادة العلاقات. مشاهدينا الكرام، للمزيد من الأخبار وإبداء الآراء والملحوظات حول نشرتنا يمكنكم متابعتنا على موقع القناة الرابعة .tv وعلى مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب، انستغرام، تليجرام، تويتر، سناب شات، وتيك توك. إلى اللقاء.